السلام عليكم بالتفصيل مع محمد محي الدين. شغب وسقوط حكومات وأنظمة، موجة من الاحتجاجات والتظاهرات بترجع للشوارع مرة أخرى في دول مختلفة، يمكن 10 دول، سريلانكا، بنما، الإكوادور، الأرجنتين، ألبانيا، غانا، كينيا، معظمها ضد التضخم والفساد، لكن كلها ضد الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ومشتقات الوقود، التداعيات والانعكاسات المحتملة على شعوب المنطقة. نشوف القصة كده. في سريلانكا الحكومة استقالت والرئيس هرب. سريلانكا غرقت في أزمة سياسية كبيرة، لكن فضلت متعايشة معاها كام سنة، لحد ما اجتمعت الأزمة السياسية بأزمة اقتصادية وتعمقت الأزمتين سوا وزادت حدة الأزمات. احتج الشعب وتظاهر وضغط على الرئيس ودخلوا عليه القصر، فهرب بعد ما استقال مجبرا، ولسه قاعدين في القصر لحد دلوقتي. ما هو الرئيس ما كانش باني القصر ده وغيره من القصور له، ده كان بنيها عشان الشعب، وهو الشعب خد القصور. ألبانيا، مظاهرات بالآلاف لأنصار المعارضة من الأسبوع اللي فات، احتجاجات سلمية في العاصمة بتطالب بإيه؟ على الحكومة الرحيل، الاستقالة. ليه؟ غلاء في المعيشة واتهامات بالفساد. الأرجنتين، احتجاجات تضخم من يوم الاستقلال بتاعهم، يوم 9 الشهر اللي احنا فيه، كان في احتجاجات في مايو اللي فات. في عيد الاستقلال زادت الحشود وفضلت موجودة في الشارع لفترة وبعدين اتحركت، راحت فين؟ للقصر الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس. برضو القصر الرئاسي عندهم ايه المشاكل؟ ارتفاع اسعار وديون خارجية زادت عن حدها واسقلت كاهل البلاد، والشعب شايف انها خرجت عن استقرار، غير مستويات التضخم المرتفعة. الاكوادور، اجتاحتها في نهاية يونيو احتجاجات كبيرة برضو بسبب ارتفاع الوقود اسعاره والغذاء، وساعتها العاصمة فعليا اصيبت بالشلل، الحكومة ما كانتش عارفة تعمل حاجة، مظاهرات بحجم كبير، والحكومة قالت انها فقدت السيطرة في بيان رسمي على مدينة صغيرة في الأمازون من كثرة المحتجين اللي فيها المسلحين، بنادق ومتفجرات وكده، الناس جايبة آخرها هناك. غانا، أفريقيا، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في غانا بسبب الصعوبات الاقتصادية اللي بتعاني منها البلد، واحتشد المئات في الشوارع للتعبير عن استيائهم من الأوضاع اللي قالت ليها البلاد. الحكومة لما قالت من الاوضاع والمظاهرات والاحتجاجات والازمه، راحت فين؟ لصندوق النقد، ولسه دي شغاله ما خدوش حاجه. بنما، لما المظاهرات كبرت في بنما ضد غلاء اسعار البنزين ومشتقاته، قامت الحكومه مثبته الاسعار، جمدتها، لكن فشلت سياسه التجميد للاسعار في الوقود بالذات في وقف الاحتجاجات اللي اندلعت ضد التضخم بشكل عام، مش بس البنزين ومشتقاته. طرق سريعة رئيسية مقفولة، مواني بقى ممنوع الوصول ليها، عمال المباني كمان انضموا للاحتجاجات في رمزية لمدى تضرر الفئات المجتمعية المختلفة. حكومات أخطأت في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية، وشعوب اتحركت، هي المعادلة كده.